السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. معكم عز الدين من قناة ذا ليدر، رجعت لكم بالحلقة الثانية من لعبة أرك سيرفايفل موسم برايمال فير بي في بي. إن شاء الله تعجبكم الحلقة، ولا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك والكومنت. اكتبي يفيدني، طبعا مثل ما قلت لكم نصايحكم كتير راح تفيدني بهذا السيزون، أتمنى تساعدوني وخلينا نبدأ. بسم الله نبدأ. مثل ما كنتم شايفين هذا البترادون الحباب روطه جديد، طبعا لفله حاليا 480، ما لفل شي فيه من مبارح، لساته بالسولز كان يعني، زاد 157 لفل ولا عطته لكس ببوشين ولا اي شي. فلنشوف، حاول اني زود فيه الوزن شوي، تقريبا 10000 واتوقع ممتاز. خلينا نزود فيه الهيل بيحتاجه كتير انا. تمام 50000 اتوقع هيلو ممتاز. خلينا نحط الباقي بالدمج، نحط الباقي كله بالدمج. ولا الكون والله خليني يزود له هيلو، معلش احسن ما يموت علي بسرعه. خلينا قد ما بنقدر نزود له هيلو، لسه بتوقع معه ليفلات يطلع، يعني بيطلع لسه ليفلات اكثر من هيك. اللي شايفينه انا وصلت على الجزيره تبعي الحمد لله. الديمونيك وقت اللي طلعته امبارح رجعت لهون على الجزيره ما لقيته، انا كنت مطلعه من المدخل، هاي المدخل تمام، انا كنت مطلعه هون، هو قتلني هون عند هاي الصخره هون بالضبط، ما بعرف وين راح، وين شو صار معه، مات ما مات ما بعرف. بس جوا يعني رجعت دخلت جوا ما في حدا، مشان هيك نمت هون امبارح. يعني هلا يعني هلا دخلت هون الساعه اللعبه امبارح، وقف قعدت فوق هون على الشجر ونمت هون مشان ما يرجع يرسبن، والحمد لله ما رجع رسبن. بقى رح نحاول نبني اليوم ونشتغل. خلينا اول شيء ننزل البترادون هون، نشوف اول شيء شو بدنا نساوي. خليني اساوي فاونديشن، شوف شو الفاونديشن اللي حنساويها، اتوقع حجر. طيب بدي 12 فاونديشن، لا 12 كتير. خليني اسوي تقريبا 8 حاليا، 8. وبدي بدي كمان وول وول حجر كمان، لازمني 9 والله، لازمني اروح اجمع موارد. طيب مو مشكله، خلينا نبني اول شيء نحن اللي سويناه هون هلا. عفوا هاي الفاونديشن، اتوقع اني راح ابني حاليا هون بهاي المنطقه، ما حاطلع لبرا زيادة، ولا حاول ركب فونديشن كمان بكل المنطقة تحسبا للديمونيك هداك اللي بده يرجع يرسبه من جديد. يعني خلينا ناخد هاي ونحطها تحت. اوكي هاي هون، انت شو بدك انزل، روح روح يلا انقلع. طيب حلو، نعمل بيت على الخفيف صغير، ما راح نكبره حاليا لحتى استقر وتزبط اموري. بس مبين انه لازمني موارد، فانا حروح اجمع موارد وارجع. والله عندي صحيح هون حجار كتير بتتكسر، خليني اكسر الحجار اللي عندي والخشب. طبعا اول شيء محتاجه انا، محتاج اني سكر الباب هنيك، فانا حسوي عفوا راح اسوي فونديشن كمان حجر، راح اسوي الاثنتين، لا تحتاج اتوقع تمام. وبدي وول كمان، بدي 3 4 5 6 تمام ضروري، لازم اروح سكر الباب هنا المدخل هذا مشان ما يدخل منه اي ذئب، لانه مثل ما شفتوا برا مليان مليان ذئاب. فراح احاول اسكر المدخل قدر الامكان على امل انه ما يقدروا يدخلوا، عرفتوا كيف؟ لازم فاونديشن كمان، اتوقع هيك ما بيقدروا يدخلوا، ما حدا بيقدر يدخل. تمام اتوقع هيك ما حدا بيقدر يدخل، خليني اكمل تنظيف المنطقة كاملة وارجع لكم. هدول الخواريف صراحة رح اخليهم مؤقتا، ما رح اقتلهم ولا حاخذ اللحم تبعهم، لانه يعني حاليا ما مو مأثرين علي. بس بدي ظبط بيتي، ابني فونديشنات بكل المنطقة، وزع الفونديشن بكل المنطقة مشان ما اي ديناصور يرسبن جديد يعني هون.
مو هلا الخواريف هون مو مشكلة رسبنه، بس ما يرسبن لي الدومينيك صراحة. رح ينكبني اذا رسبن، لانه حلو كسرنا هاي الشجرة. طلع لي هون في نوت، هاي النوت رح تعطيني باف. حلو طيب، اذا اخذت طيب بقدر انا اخذ الاف ام كي، بقدر اخذ من هاي مثلا ميديوم اكس بي، بقدر باخذ منها انا. اوه والله بقدر باخذ منها، تمام معناتها عندي انا اكس بي هون، خليني اخذه. شو بصير؟ اوه والله 21 ليفل، ممتاز ممتاز ممتاز. رح اخلي الهيل 1000، الهيل 1000 ممتاز. الويت نزود الويت، تمام. السرعة ما بحتاجها، لازم نزود المقاومة عشان لا يجوع ولا يعطش بسرعة. ممتاز، خلينا نكمل. مثل ما انتم شايفين ما بعرف في مشكلة، بس غير القطعة اللي معي او اتحرك بسرعة الماب بيرف. اتأكدت من غير العاب، العطل مو من الشاشة، فكرت انا العطل من الشاشة، ما بعرف شو المشكلة، هحاول اني اصلحها. ما بعرف، هو بعد التحديث الاخير لكرت الشاشة هيك صار معي. اوكي حاليا اتوقع المنطقة مثل ما انتم شايفين كلياتها خالصة. هلا رح اعمل الفاونديشن الثاتش، رح اعمل لي منها تقريبا خلينا نقول 20 20، وبدي اوزعها بكل المنطقة هون عشان ما يرجع يرسبن لي اي كائن غريب وغير مرحب فيه الصراحة. يعني المنطقة كتير هادية اللي اخترتها انا، بقى ان شاء الله ما يصير عندي اي مشكلة. خلينا نوزع هيك الفاونديشن هون، اتوقع اني وزعت الفاونديشن بشكل منيح يعني بكل الارض اللي عندي عشان ما يجيني اي حدا وخلص ما اعترس من هلا ان شاء الله. خلينا نكمل تظبيط البيت ونشوف شلون رح يطلع معنا بالاخير. حلو، ما باقي علينا غير السيلينج، نحط السيلينج ونكون جاهزين. هلا هذا ليش هيك اجا؟ اوه في شي غلط ضيقه. اوكي خليني نشوف ليش هيك صار المشكلة. اوكي ممتاز ممتاز جدا، هذا بيتنا حاليا مؤقت، وهي الباب تبعه يعني مؤقتا، يعني يعتبر هذا البيت بس مؤقت، بلا حسوي اي شيء زيادة. طيب خليني اشوف حاليا شو بقدر اسوي كمان. الشغلات الضرورية اللي محتاج اسويها، لازم اسوي لي اول شيء كام فاير. وين الكام فاير؟ اي كام فاير، تمام. لازمني واحد عشان اسوي اطبخ فيه شوية لحمة محتاجها. عندي السبويلر كمان رح احتاجها، وهي رح احتاجها كمان. شو رح احتاج كمان؟ هاي برايمال سميثي، بدنا حديد. اوه بدنا فورج، خلينا نشوف فورج، بدنا اس بلس فورج. خليني اسوي اثنين معلش. طيب اوكي خلينا نحط الفرج هون، ممتاز. معي حديد انا، متل معي حديد، شوية حديد والله معلش. خليني اطبخ هون لانه لا احتاج اصنع فيهم كم شغلة، تمام. شو سويت انا كمان؟ سويت الكام فاير، الكام فاير خليني اخليه برا. اوكي نحط فيه كمان شوية خشب، وهي خشب، ونحط عنا نص اللحمة. لا مو نص كتير كمان والله، خلينا نحط 500 معلش، تمام. هلا عنا المورتل، عنا المورتر، خلينا نحطه هون معلش. في عندي ناركوبيري، اوه عندي كتير ناركوبيري والله. طيب مو مشكلة، خليني احط السبويلر تبع السبويلر ميت، احطه هون، ممتاز شغالة. لا احتاج كمان، حلو احلى شيء انه بدا يسوي الناركوتك عندي. يعني صراحة هاي ما رح تلزمني، هاي خليني اعمل لها والله لكم خليها ممكن تلزمني بغير شغلات. لا احتاج كمان من هدول مشان ازود سرعة ال شو اسمه تبعي البترادون، لانه كتير بطيء. بقى لا احتاج هلا اني اجهز الحديد ويزبط. شايفين الجلتشات؟ شايفين شلون ظهر اللون هلا؟ قبل شوي كان غامق اكتر، ما بعرف شو المشكلة، بس السبب شو هو ما بعرف والله.
كمان لا احتاجت سميثي، سويت اخذت شو اسمه الحديد اللي انصهر وسوينا سميثي، راح تفيدني كتير. خليني احطها هون. اوكي هلا لازم روح جمع شوية حديد لانه كتير ضروري وراح يفيدني بكتير شغلات، بقى راح اروح جمع لي شوي وارجع. ان شاء الله ما يرجع يرسبن اي احد هون. طيب عندك ليفل؟ خلي بالدمج. خلينا نروح نشوف لنا شي مكان فيه حديد ونجملنا شوي. هلا هون لازم الحديد يكون فول يعني. ايوه والله في حديد وفي كريستال كمان، بس ما في شي ديناصورات تخرب علينا ان شاء الله. شفت هون هذا الحصان، انا هذا شو شو وضعه، عادي ولا شو؟ لا عادي. اوه في اكسجين كمان، ممتاز. خلاص اوكي بنزل هون فترة، دون خليك موجود. اوه بتعرفوا نسيت صنع سرير، حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا معلش معلش، الله بعيننا. واخيرا خلص الحجر، ضليت 5 دقايق عم كسر فيه ما اعطاني غير 665. رح اضطر اني ارجع على البيت اصهر هذا الحديد الموجود معي، وبعدها ارجع اسوي الاكس البيكاكس الحديد وارجع لهون. هيك ما راح يمشي الحال صراحة. شايفين الجلتشات؟ والله الجلتشات كتير غريبة، ما بعرف شو المشكلة بالموضوع. يعني وقت كنت هنيك الجو صار معتم كتير، وقت طلعت لهون الجو صار افتح شوي، بس ما زال يعني ما بعرف، مضايقني الموضوع مضايقني. تمام هلا انا بعرف وقت اللي روضت بترادونين. هاي الفيميل لفلة قليل كتير، كان كتير كتير قليل، اتوقع انه لفلت كمان. اوكي لفلت، والميل لقيت لفله كتير كبير. انا صراحة ما بدي اخذهم لحتى شو اسمه يعني انه كاثرون وهيك شغلات، بدي اخذهم لحتى يجيبوا لي بيض بالتكاثر. اوكي خلينا نشوف بس الوقت بيناتهم، لانه بتعرفوا انه البيض كتير ضروري، رح يلزمني بكتير شغلات. هلا هون عندنا 32 وهون عندنا 27. طيب خليني احطهم بالسميثي، وبدي البيكاكس. اغراض عندي ممتاز، هذا اتوقع اغراض عندي. اوكي كمان رح يلزمني هاد. بدنا الهاتش، بدنا الهاتش كمان بنقدر نساويه، ممتاز جدا. هلا هيك بنروح من شو اسمه يعني شلون بدي لكم، بنجمع موارد بنكون مرتاحين. اولا بنقدر نجمع بسهوله اكبر، ثانيا نختصر الوقت يعني. اوكي اتوقع انه سميثي تبع البرايم الفير، خليني اخذ هدول. سميثي برايم الفير سميثي، حلو. اتوقع اغراض عندي جاهزه، ممتاز. اعطيني اياها، بدنا نحطها، بنحطها هون لنشوف اذا بدي روض ديناصورات. هلا كبل، الكبل حلو. التوكسيك كبل بده ديناصور ايج عادي. اوه بدنا جزر، وبدنا معناتها لانه حنضطر نساوي المزرعة اليوم والله. وبدنا هون ليمون، وبدنا توكسيك ايج، يعني لازم نجيب نروض توكسيك. خليهم يعطونا بيض لحتى نقدر نسوي توكسيك ايج. توكسيك كبل يا عيني، الالمنتال كبل كمان بده الفا ايج. لازم نمشي معناتها على التسلسل، والله الشغلة متعبة رح تكون صراحة. خليني خلي هدول هون. طيب نتحرك هلا، نروح نكمل تجميع. شو صار معك؟ ممتاز شكرا على البيضة. اعطيني البيضة بس لو سمحتي. تمام قديش بده وقت بين التزاوج؟ اوه والله ممتاز، وقت بين التزاوج كتير بطيء صراحة. احنا بطأنا الوقت لانه رح نحتاج كتير، بس لازم قبل ما اطلع سوي لي اخذ شوية حديد معلش، وسوي نكتب اف ام كي. اف ام كي تمام، لازم ساوي من تبعات الهيل. هلا هذا فول امبرنتينج، رح اخذ واحد وبدي تبع الهيل صراحة. اي واحد هو ما بعرف. هذا بيسوي لي الوود،
الوتر واللي هي فل، تمام. هذا سليبينج، هذا شو بيرفكت تايمينج، او هذا بيقلل لي وقت الاكل، التايمينج تبع الهي. اتوقع انه هذا برجع له شوي تاني بسويه، بس لازم اعرف تبع الهيلينج. لازم اعرف تبع الهيلينج اي وحده. معقول لسه ما فتحت عندي؟ والله ما بعرف. اوه لسه في هون، لسه في على ليفل 100. صراحة رح اجربهم كلهم، رح اسوي واحدة واحدة من هدول. الازرق هلا، الاصفر ما الي شغل فيه، والازرق ما الي شغل فيه. هاي الازرق اللي حجرب اعطيه واحدة. هلا هاي الامبرنتينج لإله، وهاي تبع الفود والووتر الي، لازم انا اشربها صح؟ اوه ممتاز، زودت لي الفود، زودت لي الووتر. افتح شوي لو سمحت. خلينا نعطي هذا الامبرنتينج اول شيء. ممتاز، زادت الستاتس تبعه وزاد الدم تبعه للاخير. حلو حلو حلو. لازم نسوي كمان، حكينا شغله ثانيه نحن صح؟ السبيد، السبيد يا ربي السبيد. لازم اخذ الميتال اللي هون، لا رجع لي هاي. طيب ميتال، السبيد بدي السبيد. قديش اعطيه سبيد؟ 300%؟ لا 250% اتوقع كافي. خليني اجربها، خليني اجرب له اياها شلون رح يطلع وشلون رح تصير سرعته. اوكي انت ما نزلتي بيضة، خليكي، رايحين نحن مشوار وبنرجع. اوه السرعة يا عيني. اتوقع 250 كتير منيح، لانه البتردون بس صار سريع زيادة، صار مقرف و حرك بغباء يعني بصير. بس لا السرعة شايف انا صارت كتير ممتازة ورايقة كمان. 250% صح؟ رايقة. السبيد هون 135 وعطينا نحنا 250. اوه والله صارت فوق 300، بس ما بتبين هي، لانه السرعة الأساسية بياخذوها من المود اللي حاطينه نحنا. خليني اوصل على البركان هذا الصغير وجمع لي شوية ميتال وكريستال واوبسيديان وهالحركات كلها. اوكي وصلنا، بس شايف لكم هون في جريفن ليفل 180، صراحة ما بيستاهل انه يتروض. هذا شو؟ قلنا هذا مسالم، بس هذا لازم اقتله انا، هذا صراحة لازم اقتله لانه رح يروشني هلا. حلو 6000 صار الدمج. شو صار؟ شو صار؟ لا لا كترو كترو. هذا ليفل 200. ابلع ابلع يلا. اي عم يضربني والله، عينك جقرة ولو. حلو مات، نايس. اتوقع هداك هلا ما رح يقرب علي، ما له شغل معي. انا رح اروح على الجهة المقابلة منهم. الحواقف هون، ومن هون جمع لي شوية اغراض. اوكي هذا شو بيعطينا؟ كريستال وبلو جيم، ممتاز. هي اوكسيديان، لا هلا هون الاكسيديان لازم بالهاتش صح؟ والله ما بعرف، بس اتوقع اكسيديان ما لها احتاج كتير. خليني اخذ الكريستال واخذ الميتال وامشي. هذا ميتال، اوه اليمنت اورد اوري. شو هاد؟ والله صراحة ما بعرف، هذا اول مرة بشوفه، ما كان موجود بالمواسم السابقة معي. بس شايفين كمية الميتال، يعني هلا هاي مو ميتال وعم تعطيني هالكمية، قديش مفيدة. خليني اروح بس لعند الميتال، لانه هون هون ما في ميتال. انا ميتال يا شباب. اوكي هون في ميتال منيح، ان شاء الله ما حدا يجي ويضايقنا.
هيك هيك بياخد الواحد مثل براحته وبكمية كبيرة وما بتعذب. أتوقع إنه هذا كافي. جمعت لي 4000 وشوية وخمسمية تقريبا أوبسيديان. أتوقع إنه هذا كافي حاليا إلي، بكفيني لحتى أخلص شغلي اليوم كله. خلينا نرجع على البيت ونكمل شغلنا. لازم كمان روض لي دودو. دودو كتير مهم، لازم روضه مشان يعطوني بيض بكميات كتير كبيرة مشان أسوي بيضة التوكسيك. التوكسيك أتوقع إنه هو بيخدر، اللي لونه أخضر أتوقع إنه بيخدره، بقى رح يكون ضروري إني أسوي له روض من هون عشان يسهلوا علي عملية التخدير. حتى أنا شايف كأنه في فوق، خليني أشوف هي بدي أسويها. وين الفوق؟ هاي الفوق، خليني أسوي واحدة أحطها جنب بيتي لأشوف شلون رح يكون. معقول تفرق؟ أنا ما شفت لها صراحة أي فائدة. والله ما بعرف، لكن خليها شغالة ما بتأثر علينا. حلو، هلا خليني احط الحديد ينطبخ. راح اسوي لي فرش ثالث كمان. لا هلا شلنا السري، نحن شلي هاي. خليني اسوي فرش كمان. اوكي خلينا نقسم هدول لا قسم هون 2000. بدي اسحب وود، اعطينا وود لارج ستوريج، هاتهم كلهم. اوكي لايت فاير، وهون هدول بنحط لهم نص بنص. كمان خود انت هاي نص، وانت خود هاي نص. اعطوني اللي معكم. ممتاز جدا. هلا هون لازم نسوي، هلا عندي هون انا لازم اسوي الكروس بو. والله صراحة لازم اسوي كروس بو. انا دائما بحب اخلي الاغراض بالصناديق، وقت بيجي بدي اسوي كرافت لاي شيء بعمل له هيك سحب فورا وبسوي لي، مشان ما اعمل عجقة. بحب دائما اكون مرتب مشان كل شيء يكون سهل علي. حلو، هلا هذا الكروس بو. تمام الكروس بو رح اخليه هون. هدول السبيرات كمان ممكن يفيدوني، لكن هدول انا بدي اركبهم. هدول كاتبين انه 9 مرات زيادة تخدير، عرفتوا شلون؟ ايوه هون الارو هدول. هذا ضرب 9 بيلزمني بايتن ناركوتيك. طيب، وهاد ضرب 18 بدي توكسيك ناركوتيك. طيب نكتب ناركوتيك. هاد بحتاج سيد يا الله. وهون والله بحتاجوا شغلات شغلات كثير. خليني اسوي ارو عادي 50. تمام صرنا ليها كلها. من هاي بقدر اسوي، بدي اسوي 7، بدي اسوي 7. تمام هلا هاد سهم غير هاد اصلا، غير الناركوتيك العادي، بس بيحتاج نفس الناركوتيك. هذا العادي، هذا تبع المود. خليني اسوي من هاد، معناتها لازم اعمل ناركوتيك اول شيء. قديش في نسوي؟ هاد سوي لي كله يا اخي. هاد قديش بده؟ 100. ممتاز. وشايفين فائدة الكرافتنج سكيل بهاي؟ الكرافتنج سكيل هاي بتزود لي سرعة الصنع. شايفين قديش السرعة الموجودة عندي؟ يعني سرعة خيالية صراحة. نكتب ارو، خلينا نسوي هدول. لا عفوا انا كل ما بدي بخربط. خلاص ممتاز، نسوي من هدول. ناركوتك ضل معي شي؟ ناركوتك والله ضل معي. طيب ليش ما فيني اسوي؟ بدي ستون ارو. طيب سويت انا ستون ارو، سوي لي كمان 50. حلو، هلا انا عندي 9 من هدول. هدول 9 من هدول ضرب 9، تخديرهم ضرب 9 بيكون. وعندي من هاد 93 صراحة ما بعرف شلون هنن. رح نروح نروض لنا شوية ديناصورات ونشوف شو رح يطلع معنا. تعال حبيبي تعال، خلينا نروح نروض لنا
كم دودو ونروض ترايك كمان، لازم نروض ترايك او باراسورو. ممكن نروض هذا برونتو، بتوقع نروض برونتو بنقدر عليه. والله ما بعرف، خليني اشوف. لازم يعني لازم لاقي لي واحد يكون ليفل زباله لحتى روضه، ما عندي مشكله. شو هاد؟ الله يستر على اللي بيستر. بتردن عنده ليفل، اعطينا بالدمج. طيب هذا شو؟ اوه توكسيك باراسورو، هذا اتوقع انه بيخدر كمان، بس ما رح نتحرش فيه حاليا. اوه يا الله انا عم زود ليفلات بالبتردون، عم بنسى اني رو ليفل فيه الستامينا. يا الله يا الله قديش نسيتني يا ربي. يلا مو مشكلة. طيب هلا هون في دودو، اتوقع تحت لازم يكون في دودو. ممتاز، هون في دودو أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، شو هذا الصوت؟ بس أول شي لازم إني أقضي على هدول، أهم شي. حلو والله صراحة، عم يعطوني شغلات مرتبة، يعني أعطوني أسهم وأعطوني سبيرات، يمكن بلو برنت ما بعرف والله صراحة. خليني هلا شو أقف وشوفهم. طيب عم يعطوني هايد توكسيك هايد، ممتاز. تحسبا لأي خطر اوه حلو، هتعطيني كل شي عندك. لأي شي ممكن يصير معنا، رح اخذ البترادون بالسولز، اخاف عليه يموت. طيب هلا هدول الدودو بتوقع اني بروضهم بسبير ضربة. اوه ضربتين بينام، نايس. كم جوبيري بده؟ خمسة، نعطيه خمسة. تعال تعال لا تهرب، لا تزعل مني انت، ما حدا حكى معك. شان الله. هلا روضت لي ثلاثة دودو، في ميل وواحد ميل، اتوقع كتير ممتازين. رح احاول روض الترايك جدا بهم. اوه ممتاز ممتاز، حلو بس ما يوصلي. والله سريع والله سريع، يخرب بيته. لا ضاع ضاع علي سهم، اتوقع ضربة وبينام. يب والله ممتاز هذا السهم، جدا ممتاز. خليني اعطيه ميجوبيري اللي بده اياهم. طيب بده 16، قديش اعطيته انا؟ 17، ممتاز. هلا انت ما حدا حكى معك، الله يرضى عليك، لا تقرب لا علي ولا على غيري. بس هدول اعطوني، شايفين هذا السبير؟ والله هذا بقدر بسوي بالبيت، بقدر بسويه والله. يا محمد هذا قديش رح يكون قوي بالتخدير يا جماعة، ممتاز كتير ممتاز. في شي تاني هون روضة؟ اتوقع حاليا لا، نستنى الترايك لحتى يقوم وبناخده وبنمشي بندور على غير شي نروضه. اوه شايفين بلش يطلع لي كمية بيض محترمة، بس المفروض اني لازم اسوي هلا براد. ما بعرف اذا بقدر اسويهم، كمان لازمني فابريكيتر وجنريتر. اذا عنا الفاب مو هون، الفاب هون. الفاب اوكي، بدي كريستال اويل، سبارك بودر، وسمنتينج بيس. طيب بدي الاس بلس انا. اوه لازم اسوي الكرافتنج اصلا، اخ على هالنسوة نسيت اسوي الكرافت ستيشن، اهم شي هي الكرافتنج ستيشن. طيب بنكتب هون فاب الفابريكيتر، شو ناقصني؟ بدي بس 50 سبارك بودر، اوه اتوقع ايزي بتسوي بسرعة. هاي مرتا حطها هون، بدي سبارك بودر، اعطيني 100 بتقدر؟ 100 اتوقع بصير.
اوكي اسويها كلها. ممتاز، حلو. السبارك بودر جاهزة، خلينا نحطها هون. لا مو هون، خلاص خليها هون، رح نسحبها من هالحالتين نحن. نكتب هون فاب فابريكيتر، اعطيني وحدة، بدي 6 اويل. اوه لا تلي اخذت الاويل كله، يا الله يا الله على الغباء اللي عندي انا. طيب لازم اروح جمالي شوية اويل وسيليكا بلور برد، نشوف وين رح نلاقي. يب في سيليكا بلور، في سيليكا بلور، في هذا ممتاز، في اويل كمان. انا شفت صراحة لمعتها من فوق، خليني اشوف بس هذا، ان شاء الله اويل، على الاغلب اويل. اويل حلو، هيك بيعطيني اكثر بالاكس ولا بالهاتش؟ لا بالبيكاكس بيعطيني اكثر. ممتاز، اوه موضوع الاويل رائع. لازم اطلع اخذ نفس، نسينا موضوع الاكسجين. بلاش اختنق، لحقنا لحقنا. اوكي بنرجع على السريع، لازم اخذ بسرعه واطلع، بسرعه وارجع اطلع، يعني كسر وحده ارجع اطلع اخذ هواء وارجع انزل. حلو حلو حلو، كمية الاي اللي عم تطلع لي ممتازة جدا. خليني اطلع اخذ نفس وارجع اجمع شوية سيليكابريل، لانه رح يلزمني بتصنيع الالكترونيك. الالكترونيك مشان شو؟ مشان اسوي الجنريتر. شغلتنا والله طويلة وعويصة. اوكي بنرجع من زي، بنحوش لنا شوية سيليكا. في صوت انفجارات، ما عجبتني برا والله. اوه يا عيني يا عيني على الكميات. خلونا ناخد اي اخر واحدة. طيب اطلع خذ نفس، خذ نفس على السريع. نيك في كمان لازم ارجع اجيبهم. خليني اخلص تجميع وبرجع لكم. اما والله اني طلعت لي بكمية سيليكا وهي محترمة صراحة يعني. هذا الانكيو محتاجه طبعا، بس رايح فيها الهيل تبعه، خايف اضربه. شايفين 1300 اويل و2800 سيليكا، ممتاز. هاد صراحة خايف يموت. اوه اوه في 2 ديمونيك، 3 ديمونيك. شو عم تسووا هون انتو؟ لا ديمونيك بروسور. خليني اشوف هذا قديش بدمجه السهم الواحد. 20 ممتاز، بلحقني روضه ان شاء الله. بقول حلو، ما بتقدر توصل لي، خليك واقف مكانك لانك رح تتروض بكل سهوله ان شاء الله. بس اهم شيء الديمونيك ما يقربوا لانه بهدله. والله ممتاز، اتوقع اني قدرت اسويه. ضربت ضربتين هاي الحجر، عم اعطتني هي، عم اعطتني متل، سويت هذا ان شاء الله يكون هذا هو تبع الجوع. اوكي هذا هو تبع الجوع، الزهر، ممتاز. هلا هيك رح يقوم بسرعه واخلص منه واهرب بقى. يلا 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 يلا. اوكي 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 نايس. تعال تعال، مالك علاقه. ها هلا بنحط هذا هيك وطير يا معلم، طير اشرد على البيت، على البيت. خلينا نكمل شغلنا فورا. وين بيتنا صار؟ بيتنا هيك صار. اوكي طيب هاي الفابريكيتر، حلو اعطيني اياها. خليني اخذ لي شوية جازولين مشان اشغلها بس لأول مرة. اوكي نطلع هيك، نحط الفابريكيتر فوق. اوه والله حجمه كبير. طيب اوكي ما مشكلة. الجازولين تفضلي، تيرن اون، خلينا نشغل. بدنا جنريتر اس بلس وحدة، بدنا الكترونيك. طيب الكترونيك مو مشكلة، ايزي. بنحط السيليكا، وين السيليكا؟ هي السيليكا. طيب بدنا كم وحدة بده هي؟
بدنا 10 الكترونيك هون، بدنا الكترونيك شيء. اوه طيب خليني اسوي لي الكترونيك لنفترض 100، بتقدروا؟ نايس، بيقدروا يسوي لي 100 الكترونيك، ممتاز كثير. خليني اشوف شو صار بالالكترونيك. اتوقع جاهزة، خليني اسوي الجنريتر على السريع. اعطيني واحدة جنريتر، وبدي واحدة من هاي. اوكي، واحدة من هاي. ممتاز جدا هذا الحكي. تمام، هاي الجنريتر صارت جاهزة عندي. طيب، هات الجازولين كمان، نحطها للجنريتر الجازولين. خلينا نحطها هون. تمام. اوكي هي صار جاهزة، ومنحط فيها الغازولين لترن اون. طيب هلا هون بدنا شو اسمها هي كانت هي بوليمر. بوليمر، طيب البوليمر شو بده؟ اوكسجين سمنت انكريس. طيب اوكسجين عندي، تفضل اعطيني مثلا 50. نايس نايس نايس، كثير نايس. انا عندي شوية شو اسمه، لانه كان اللي حكوا عنه سمنت انكريس عندي كان شوي موجود. طيب كمية البيض لانه صارت كثير كبيرة عندي، ما بدي اضيعها، احتاجها كثير يعني احتاجها كثير. المزرعة سويتها مؤقتا، المي وصلت لها وجاهزة، والفلترايزر اشتغل عليه طبعا، بس المشكلة بالبذور. فكرت التراك بجمع، طلع بجمع لي بس الناركوبيري والاربيري وميجوبيري وهذا شو ما بعرف. المهم ما بجمع لي لا البطاطا ولا الجزر ولا هاي الشغلات، محتاج اني اروض برونتو. ان شاء الله الحلقة الجاية خلف الكواليس رح اشتغل بهذا الشيء، رح اظبط هاي الامور كلها. خليني اشوف شو صار بالبوليمر. اوكي جاهز، بدي البراد، اعطيني واحد. نايس، هي هذا الحكي اللي عليه علامات. طيب هذا الشيء لازم نحطه جوا نحن بالبيت، فاعطيني اياه. خليني انزل على البيت. وين احطه؟ والله البيت صار صغير كتير. يلا بنحطه هون هلا مؤقتا. هاي البيت كله بنحطه بقلب البراد. كمان لازم نساوي هذا اللي بسموه سولت تراب، سولت تريمينال. تمام، لازم نسوي واحد. ممتاز، عندي اغراضه. ولازم هلا هذا مود البيك اب، خليني اسوي هاد، ولازم اسوي واحدة من هاي كمان. ما عندي غرادة، مو مشكلة، خلينا الحلقة الجاية. بس هلا هاي المهم اني احط هاي. وين بدي احطها يا ربي؟ خليني اشوف فوق بقدر احطها فوق. لا المشكلة ما عاد في عندي مكان بالبيت. طيب هو بقدر، او ممتاز. هلا هاي لازم اني افعل فيها انها تاخذ البيض وتاخذ اللي هو السماد اللي بيطلع من الديناصورات. حلو، انيبل اوتو تراب، اعملها اوكي، شغلها خلاص. تمام، هلا صارت اتوقع انه بتجمع. خليني بس اشوف الرينج تبعها محطوط على شيء. اوكي تمام شباب، مثل ما انتم شايفين انا فعلت بالاعدادات هاي، فعلت هدول انه يجمع لي البيض الفلترايزر والعادي والبوب كلياتها كامله. هون شايفين صار تلقائي من حاله. هلا هي البيضه فقست، انا سحبها كمان بيبي. البيض صار يسحبه من تلقاء نفسه، البوب كمان صار يسحبه من تلقاء نفسه. وهون بس هاي الميتنج ما عم بعرف، لازم اني بقدر اتزوجهم، على الاغلب اني بقدر اتزوجهم، بس رح اخليهم برا حاليا لحتى اعرف كيف. اذا حدا بيعرف بيناتكم بتمنى انه يعلمني بالتعليقات شلون بقدر اخليهم جوات السولز هذيك
يعمل لهم ميتنج لحالهم بدون ما اخليهم برا. يعني صراحة مالي حابب اتركهم برا، بس مضطر مشان يعطوني بيض كتير. مشان الحلقة الجاية رح اروض شو اسمه، يمكن باراسورو او برونتو، روضهم كتير رح يفيدوني، رح يجمعوا لي سيد مشان نظبط المزرعة تبعنا، لانه حاليا اليوم ما رح اقدر اساويها، اشتغلت شغل كتير وتعذبناه للاسف. الترايك طلع بجمع بس توت ما بجمع سيد، وبتوقع انه كان في ديناصور بس ما بعرف شو هو والله صراحة، لازم ادور عليه. وانتو اذا بتعرفوا اسمه يا ريت تقولوا لي عليه. بنحط بقلبه التوت العادي بيحولنا اياه للسيد، يعني هلا هذا الناركوتيك التوت بنحطه بقلبه بيسوي لنا اياه سيد. انا ما بعرفه، اذا بتعرفوه بتمنى تعلموني عليه. وهون صار عندي اكل، يا عيني صار عندي اكل، خليهم هلا مالي جوعان. تمام، ومثل ما شفتوا اليوم روضنا هدول، صاروا ينجوا لنا بيض. الحلقة الجاية بإذن الله تعالى رح نبلش نشتغل على مودات البرايمل، نبلش نشتغل نطلع نجيب بيض، هذا نسوي كبل توكسيت ونحاول نروض ديناصورات توكسيت مشان كمان نشتغل عليهم. وهذا اللي كان عندي لحلقة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم واستمتعتوا فيها. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.